السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناتي سيزار فيوز. أهلا وسهلا بالجميع، وحلقة جديدة من مقارنة معالجات بعتمد فيها على موقع نانو ريفيوز. بيعمل فحوصات قوية على المعالجات لحتى يفرجيك كيف أداء كل معالج. واحد من طلباتكم طبعا أنتم كتبتوا لي اعمل لي مقارنة بين هذا المعالج وهذا المعالج، وإن شاء الله دائما اكتبوا لي إيش المعالجات اللي حابين تشوفوا عنهم. راح أحاول في كل حلقة أغطي معالجين. واحد من الطلبات معالج سناب دراجون 870 القديم ضد معالج الدايمنسيتي 8100، مين افضل؟ تعالوا شوف بعض الارقام. فحص السي بي يو في الاداء العام، سناب دراجون جاب 70 نقطة، اما الدايمنسيتي جاب 76 نقطة. اما في اداء البطارية، سناب دراجون جاب 79 نقطة، اما الدايمنسيتي جاب 93 نقطة. هون بيفرجيك انه الافيشنسي اللي هي فعالية المعالج في سحب الطاقة ممتازة اكثر عند مين؟ عند الدايمنسيتي اللي هو ايش؟ معالج جديد من ميدي تك. عمرك توقعت هاي الشغلة؟ في اداء الالعاب سناب دراجون جاب 66 نقطة، اما الدايمنسيتي جاب 83 نقطة. انا عارف انه المعالج هذا قديم، ولكن ال 8100 يعتبر معالج الدايمنسيتي او ميدي تك للفئة المتوسطة والعليا شوي، بس مش فلاج شيب. وهذا سناب دراجون يعتبر قديم لكن للفئة العليا، فكان في يعني هيك شوية فيرنس، عدل في المقارنة بينهم. النتيجة النهائية سناب دراجون اخذ 72 نقطة والدايمنسيتي اخذ 82 نقطة مستحقات. في فحص الـ AN229 شوفوا النتائج اللي جابوها المعالجات. سناب دراجون حصل 703,000 نقطة، اما الدايمنسيتي حصل 811,000 نقطة، يعني افضل بنسبة 15% لصالح الدايمنسيتي من ميديا تك. اما في فحص الجيك بنش، عندنا السنجل كور فحص هذا وعندنا فحص المالتي كورز. تعالوا نشوف الارقام. سناب دراجون في السنجل كور حصل 1001 نقطه، في المالتي كورز حصل 3371 نقطه، اما الدايمنسيتي حصل 988 نقطه، اقل هون شوي، لكنه في المالتي كورز حصل 3974 نقطه. فارق الارقام مش كبير، ولكن الافضليه للدايمنسيتي، بحيث انه سناب دراجون افضل 3% في السنجل كور، في المالتي كورز الدايمنسيتي افضل 18%. بنروح على فحص كمان اسمه 3D مارك، بيعتمد على اداء وبيعتمد على كرت الشاشه. سناب دراجون حصل 4296 نقطه، اما الدايمنسيتي حصل 5770 نقطه، برضه هون افضليه قويه للدايمنسيتي. من ناحيه العاب، من ناحيه الفريمز بير سكند، اداء سناب دراجون نوعا ما افضل بتحصيل قديش فريمز بالثانية لما تلعب اللعبة. هتقولي طب شو السبب؟ ما هو هذا معالج قديم. الفكرة انه لحد اللحظة شركات الالعاب العالمية او المطورين اللي بيسووا الالعاب، لما بيطوروا لعبة معينة بيشوفوا لمين بيطوروها، لأي معالج عشان تكون افضل اداء. فمعالجات سناب دراجون او شركة كوالكوم تأخذ الافضلية دائما لانه المطورين بيدعموها اكثر، فراح تاخذ افضل اداء. لازم اذكر كمان انه من ناحيه سحب طاقه، الدايمنسيتي بياخذ 8 واط، سناب دراجون بياخذ 10 واط، فسحب الطاقه على سناب دراجون اعلى هون. نيجي على قسم المالتي ميديا وعلى التصوير بالذات. هون مع انه سناب دراجون اقدم، لكنه في معالجه الصور افضل، وفي تصوير الفيديو لساته افضل. هذا لا يعني انه الميديا تك ومعالجها سيئين، لكن الافضليه لسناب دراجون. فاتمنى تكون هيك استفدت من هاي الحلقة. احكوا لي الحلقة القادمة ايش المعالجات اللي بدكم بينهم مقارنة. يعطيكم الف عافية، بشوفكم في فيديو قادم، الى اللقاء.